تعود لمصلحة روما في الناحية اليمنى، عالية للأمام إيبانيل، أوهو سمولينج يفتتح اللقاء مبكرا، يسجل لمصلحة جالوروسي في مرمى فالكوني، كرة راسية تذهب إلى مرمى فالكوني، 1-0 في الدقيقة 6، يسجل صاحب القميص رقم 6 ويصل إلى ثالث أهداف في هذا الموسم، بالتأكيد أحد هدافي روما هذا الموسم المدافع الهداف سمولينج، سجل في الجولة الماضية بنفس الطريقة في مرمى الانتر، في مرمى سمير هاندانوفيتش، يعود ليسجل أيضا بكرة راسية. المباراة الأولى لعب مرة فقط أساسي وأربع مرات شارك كبديل، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، أبناء الجنوب يسجلون بهدف ستريفيتسا، ستريفيتسا يعيد لتشيلي المباراة، يعيد لتشيلي في المباراة دربك في المرة الأولى، وستريفيتسا يسجل رابع أهدافه وثالث أهدافي على التوالي، سجل في مرمى سالرنيتانا، في مرمى كريمونيزي، يسجل في هذه الجولة في مرمى روما. ديبالا يريد أن يجد الطريق، وروما يجد الطريق، روما يجد الطريق، يسجل. نعم إصابة في المرمى وإصابة لباولو ديبالا في وقت بالتأكيد لا يتمنى فيه جمهور روما إصابة النجم الأول بالنسبة للجالوروسي. ديبالا يصل إلى 5 أهدافه هذا الموسم في مسابقة الدوري الإيطالي.